طب النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا على جزء الامتحان، هنتكلم على المنظم. تمام، كنا كده اول سيشن خالص اتكلمنا على كده. تمام، ده شيء في جزء الامتحان اللي هو المنظم. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الكلمه دي، وده كده بقى رابع شيء نخش على كميه كلمه. معانا شيتين كويز، شيت واحد شيت اثنين، النهارده شيت ثلاثه شيت اربعه، هنخش كده كميه كلمه. تمام؟ طيب اول حاجه ايه هو الغلط في الفرنسا؟ لما شرحنا الايرو قلنا الجزء بتاع الايرو، لما شرحنا على الايرو قلنا ايه؟ اي ريسبون في السيستم مع التايم بيتقسم جزئين، صح؟ ايه اول جزء؟ جزء ترانزيت، تمام؟ وجزء سي اس ايه، صح؟ هنا حته سي اس ايه وهنا حته السيستم فيها ترانزيت اناليسيس. طيب السيستم ايه خلاص اللي درسناها، عرفنا ايه؟ حسبنا الحته دي الايرور عامل ازاي، سواء ستاتيك او دايناميك، على حسب انا عايز اقول على الطالب ده اول سيكشن خالص، صح؟ وعايز اجيب على حسب الانبوت ده ايه، او اجيب الفاليو بتاعت ايه السيشن وهكذا. فالجزء ده اشتغلنا فيه، شغلنا النهارده ان شاء الله على الجزء الاولاني من السيستم، الريسبونس الاولاني من الاول بتاع الطالب. تمام؟ طيب اول حاجه مبدئيا كده الناس متوقعه اشتغل على كلوز جروب ولا على اوبن جروب؟ عايز اجيب الاول مع الطالب، يعني عايز اجيب واي اوف تي، يبقى انا لازم يكون عندي ايه؟ لو انا عندي كلوز جروب صح؟ الواي على الار، فانا اول حاجه بنجيب الواي، بنشتغل على الواي في اس على ار في اس، صح؟ اللي هي عباره عن شويه زيروز كده على شويه تونز، اللي هي مين دي؟ الكلوز جروب ترانزيت امر، صح؟ زي ما عملنا في الستيب اللي فات، بقول مثلا انا عندي انبوت معين، فبضرب ار في اس، بعد كده بعمل لو باس انبوت واجيب واي في تي، يبقى الجزء ترانزيت الشغل بتاعه غالبا انا برسم الفلوس، فانا بحسب بشتغل على كلوز لوب. طب لو انا عايز اعمل الاوت على التايم، فانا عندي كام حاجه بتتغير هنا؟ اول حاجه ان هو الانبوت بيتغير، صح؟ فانا اول متغير عندي الانبوت بيتغير. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ مش السيستم نفسه بيتغير، بمعنى الاوردر بتاعه ممكن يكون سيستم اوردر 2 اوردر 3 بعد اوردر منين؟ من الكاركترستيك ايكويشن او من النظام بتاع كلوز لوب بلس فاكتور، صح؟ فانا السيستم حاجات تمام ضرب ساعة تعالى كم حاجة ثانية ان شاء الله 10 مفيش رابعة، مفيش حاجة ايه؟ بقول لك مفيش رابعة، مفيش حاجة 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 وتغير معايا تاني مع الاوردر، يعني ممكن المعادله بتاعتي دي اقول السيستم اوردر 2 اوردر 3 بتتغير مع الاوردر. طيب للسهوله هنشتغل دايما شغلنا على انبوت معين هو اليونت ستيب. طب ليه؟ ده ابسط انبوت بنتعامل معاه. طب انا مطمن انا بشتغل عليه ستيب ولا لا؟ ليه؟ لان احنا السيستم بتاعتنا ال تي اي، يعني ايه ال تي اي؟ يعني لو انا عندي ار واحد بتطلع واي واحد، لو انا عندي مثلا ار 2 هي دلتا ار واحد على دلتا تي، فمتوقع ان لو بتطلع عليه دلتا واحد على دلتا تي، لكن لو فكره هوموجينيوس. تمام؟ يبقى بمعنى ايه؟ ان انا قلت ابسط انبوت اتعامل معاه هو اليونت ستيب، يبقى الترانزيت اناليسيس بيست كلها على ايه؟ على اليونت ستيب. ليه اشتغلت على اليونت ستيب؟ لان قلت ابسط انبوت اللي هو اتعامل معاه. طيب بنفس الطريقه قلنا شغلنا كله ايه؟ اوردر كام؟ الموضوع ده اوردر كام؟ الطريقه دي احنا في ايه؟ هنشتغل على سكند اوردر، لان الفيرست اوردر مش سفيشنت او مش كافي انفورميشنز كويس. طيب قلت خلاص هشتغل شغلي كله على سكند اوردر، ولو عندي اوردرز اكبر من سكند اوردر بنعملها ايه؟ بنتعامل معاها على اساس انها سكند اوردر، زي ما قلت لك في المحاضره هنقول برضه كاندر سيكشن. تمام؟ يبقى انا مبدئيا كده قلت خلاص عايز اعمل كونتنت اناليسيس، عندي اللي بشتغل على كلوز لوب هتعامل معاه سيستم على اساس ان هو بيدخل له يونت ستيب وهو ايه؟ اوردر 2. طب ايه الشكل الجنرال او ايه الواي اوف اس على ار اوف اس الجنرال بتاعتي؟ هي عباره عن اوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد 2 زي اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. طيب كده سيستم اوردر كام؟ اوردر كام سيستم؟ 2 اوردر 2 صح؟ فعلا سيستم اوردر 2، يبقى انا بتعامل مع سيستم للدرجه الثانيه. طب الانبوت هنشوف دلوقتي الاسبكت عندي، بس ظهر لي حاجات جديده. ايه الحاجات الجديده اللي ظهر لي؟ اولا كاتب السيستم از جنرال ايه؟ فانكشن حاجه اسمها اوميجا ان والزيتا او الار ان
حاجه اسمها زيتا وحاجه اسمها اوميجا وفي حاجه اسمها اوميجا. طب ايه هي الزيتا بقى؟ الزيتا اسمها دامبنج فاكتور. تمام؟ عباره عن الدامبنج فاكتور. طب ايه معناها؟ معناها ان ايه؟ قال لك ان اي سيستم بطبيعته بيحاول يبقى كريتيكال ستيج او بيروح تحت الدرجه السابقه. كوني بضيف دامبنج للسيستم فانا اكيد بحاول احكم السيستم او احاول ايه؟ خلينا يعني انت هو نفسه يبقى كريتيكال ستيج. فاليو بوست فيج عمال يسترد على فاليو معين. فانا بقول لا انت لما انا بضيف دامبنج للسيستم بتاعي فانا اكيد بحاول ايه؟ او خليه ستيبل. تمام؟ يبقى ده معنى كلمه دامج. انت عندك دامج قد ايه؟ او الفاكتور بتاعك بتاع الدامج بتاعك بقد ايه؟ تمام؟ طيب ايه الاوميجا؟ ايه هو الاوميجا؟ احنا قلنا السيستم ممكن يبقى شغال ما فيهوش دامج، تمام؟ وممكن يبقى شغال بدامج. فالاوميجا ايه؟ هي الاندر فريكونسي. يعني ايه؟ يعني الفريكونسي اللي السيستم بيسترد بيها قبل ما اضيف اي دامج بكام؟ هي اسمها اوميجا ايه؟ الاسامي مهمه لانك انت مش شرط اجي لك اقول لك مثلا مثلا اوميجا ان على طول ممكن اقول لك ده الفريكونسي فاليو معايا فانت تعرف ان هي اوميجا ان. طب بعد ما ضفت ده من السيستم ايه الفريكونسي فاليو اللي هشتغل بيها بعد كده؟ هي دي اوميجا يبقى دي اسمها دام او دام فريكونسي او ايه العلاقه بين الاثنين؟ اوميجا ان محاضره محاضره كان فيها رول 1 على الزيتا سكوير. انا بقول لو انا ما عنديش زيتا زيتا بزيرو فانا شغال بفريكونسي اوميجا ان. لما اضيف زيتا للسيستم بتاعي بتاثر بفاكتور روت 1 ماينس زيتا سكوير. تمام؟ فالفريكونسي اللي السيستم شغال بيها هتغير من اوميجا ان لاوميجا. تمام؟ يبقى دي بس ايه مجرد ان انا عملت موديلنج قلت خلاص انا هشتغل على سيستم سكند اوردر. فين الاوميجا في الايكويشن؟ نعم؟ فين الاوميجا في الايكويشن؟ لا مش ظاهر هنا في الايكويشن. تمام؟ بس هي هي بتتقلب ساعات او هنشوف دلوقتي بنصينا ازاي في الايه؟ في الرسمه بتاعت الجروس. تمام؟ فانا بقول ايه؟ فانا قلت خالص على السيستم سكند اوردر عرفت في حاجه اسمها زيتا وعرفت في حاجه اسمها اوميجا وعرفت اوميجا ولا لفظ ولا. تمام؟ طيب لو انا طلبت منكم اماكن البولز بتاعتي او البولز بكام؟ حد هيقول لي ايه؟ اول حاجه ايه هي البولز؟ هي اسفار المقام صح؟ بمسك المقام بحلله فحد يقول لي انا عندي المقام دوت عايز اعمل فاكتورايزيشن فده في فاليو في زيتا وفي جاي فعضلات القانون بتاع التمرين فطلع ان البولز بتاعتي بتبقى عباره عن نيجاتيف زيتا اوميجا ايه بلس وماينس جي اوميجا ايه في الجهاز التربيعي بتاع واحد مع زيتا سكوير. تمام؟ طلعوا ايه؟ اثنين كومبلكس كونجي بيتغيروا مع مع تغيرات ايه؟ الزيتا اوميجا او الفانكشن في ايه؟ الزيتا اوميجا فبيتغيروا مع تغيرات الزيتا اوميجا ايه؟ يعني اللي عايز اقوله اللي عايزين يعملوا دلوقتي ان احنا عايزين نشوف اكتر من فاليو الزيتا مش مثلا زيتا ليها اكتر من فاليو عند كل فاليو نشوف الريسبونس بتاع السيستم عامل ازاي؟ ونثبت كمان فعلا ان السيستم من غير زيتا بيبقى اوسيليت ولما اضيف له زيتا يبدا ايه؟ ما يبقاش اوسيليت او اوسيليت بس مش الحاجه اللي انا عايزها. طيب اول كيس عندنا لما تبقى زيتا بزيرو. يعني ايه زيتا بزيرو؟ يعني انا مش ضايف اي دم للسيستم فبنقول عليه ان هو ايه؟ ان دم للسيستم. طيب الناس تبدا تفكر معايا لو انا بقول لك شكل الكاركترستيك ايكويشن او شكل الترانسفير فانكشن هتبقى عامله ازاي لما تبقى زيتا بزيرو؟ تبقى على الجيومتري كده تبقى بزيرو خلاص هتبقى عباره عن ايه؟ يبقى الواي على الار هتبقى عباره عن اوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد اوميجا ان سكوير. طب لو قلت لك انا عايز امام عايز البولز بتاعتي البولز هتبقى فين؟ لو انت عوضت المعادله الجنرال بتاعتهم الزيتا بزيرو فده بزيرو وده الزيتا بزيرو يعني ده بواحد يبقى بلس وماينس جي اوميجا يعني معناها ايه؟ اثنين بول هنا جي اوميجا ان ماينس جي اوميجا ان. طيب جميل لو انا قلت لك بقى هات لي واي اوف تي هنعمل ايه؟ تبقى ساين لا الاول بس مش قلت لازم اضرب في الار؟ فاكرين احنا تاني بالسيستم انا عايز اجيب دي واي اوف اس على ار اوف اس صح؟ انا عايز اجيب واي اوف تي لوحدها عامله ازاي؟ فانا اول حاجه بضرب الار اوف اس هنا الار اوف اس بكام؟ دي واحده اس احنا مش قلنا كله على اكس فالار اوف اس واحده على اس تمام؟ فروح انت هتقول انت هتقول انك انت اول حاجه هتقول انك انت لما تجيب الواي اوف تي فهتقول يا سيدي ان الواي اوف اس بتساوي ار اوف اس والاوميجا ان سكوير على اس سكوير بلس اوميجا ان سكوير دي واحد على اس بعد كده تعمل بارش فلاكشن عشان تعمل ايه؟ بلس ان بس هتطلع ان الواي اوف تي عباره عن واحد ناقص كوساين اوميجا ان تي. طب لو انا عايز ارسم الريسبونس ده مع التايم فين الايبو بتاعي؟ مع التايم يونت ستيب لا الام يونت ستيب صح بس انا شغال بيعرض في واحده اس فالام مع التايم كله يونت ستيب الاوت بعمل ازاي؟
الكوساين كان بيبقى عايز يبقى واحد، لكن ده 1 ماينس كوساين، فانا كده عملت دي سي شيب تحت، يبقى حاجه عامله كده. تمام كده؟ اثبتنا كلامنا ولا ما اثبتناش كلامنا؟ فعلا الزيتا بزيرو، يعني ايه زيتا بزيرو؟ يعني مفيش دامج للسيستم، فالسيستم سايبه بطبيعته، فهو بطبيعته ميال الى ايه؟ كريتيكال ستيت، عمال يوستيت. انا نفسي الاوتبوت يفول الانبوت، لان احنا قلنا شغلنا كله ان انا عندي ريفرنس سيجنال عايز اوصل لها، تمام؟ لكن للاسف الانبوت بتاعي اليوم ستيب الاوت عمال ايه؟ فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت وهكذا، تمام؟ طيب. احنا قلنا دمج معناه ايه؟ ان انا بضيف حاجه للسيستم بتاعي زي ما تشوف لما نزود الزيتا الافكت السيستم بطبيعته بيبقى اوستريتور لحد الفيلم. فانا بقى انا عايز اقلل الاوستريشن دي. فانا الدمج بتاعي انا بضيف حاجه للسيستم بتاعي تحاول تعالج المشكله دي، ما تخلوش يبقى كده كده ستيب. تمام؟ تعالي طب تعالي شوف الكيس الثانيه ونيجي نفهم الفكره بتاعته بقى. لا لا تبقى زيتا واحد. زيتا واحد يعني هتلف دامبنج بزياده قوي. تمام؟ يعني ايه لف دامبنج بزياده؟ فبنقول على السيستم دوت ان هو كريتيكال ستيت. طب تعالي نعمل نفس الانالسيس اللي عملناه. ايه هو؟ اول حاجه تقول لي ركز البولز هتبقى فين؟ او اول حاجه ايه الترانسفير فانكشن لما تبقى زيتا واحد؟ سيبوا الموبايلات سيبوا الموبايلات. لما تبقى زيتا بواحد دي الجنرال اللي انا بقعد فيها، اوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد 2، اوميجا ان اس لاوميجا ان سكوير. دي اعرف احلها ولا لا؟ اس بلس اوميجا ان كل سكوير صح؟ فتبقى عندي واي على الار هتبقى عباره عن اوميجا ان سكوير على اس زائد اوميجا ان لكل سكوير. طيب بمعنى كده فين البولز بتاعتي؟ دبل البول عند اوميجا ان صح كده؟ طيب لو انت عايز تجيب البولز مع التايم هتطلع مع بعض في الاول عامل ازاي؟ هتعمل ايه؟ نفس الطريقه هضرب بار اوف اس واحد على اس، بعد كده اعمل بارش فراكشنز واعوض، هتطلع حاجه واحد ناقص اكسبوننشال تي اس ثالث حاجه تي، يعني فانكشن فاكتور تي. فلو انت عايز تجيبها مع التايم الاستاذ دي مجرد دلوقتي وضحها لي للفهم، لكن انت مش بتطلب منك حاجات زي كده. لو عايز تجيبها مع التايم فلو دوت الريفرنس بتاعي تمام؟ الاوتبوت هيبقى عامل ازاي بقى؟ اي اس سالب حاجه عامله كده بالنيجاتيف، حاجه عامله كده النيجاتيف ده مجموع اللي واقف في شيفت تو، تبقى حاجه عامله كده. تمام؟ خدنا بالنا لما ما كانش فيه زيتا الريسبونس كان طالع عمال ايه؟ يوسوس حوالين الريفرنس بتاعي. طب لما ضفت زيتا واحد فاليو كبيره قوي فالسيستم بقى ايه؟ بقى اكنه مفيش اي اوسيليشن، بقى اكنه ايه؟ فيرست اوردر، ده اسمه فيرست اوردر، فاكنه بيتصرف على اساس فيرست اوردر، يعني اكني لو الدبل بول اللي عند نفس النقطه اكنهم بول واحد، فبيتعامل على اساس ان هو اكنه ايه؟ فيرست اوردر. تمام؟ طيب بنفس الطريقه لو الناس فاهمين معايا بنفس الطريقه الكيس الثالثه لو قلت لك ان زيتا اكبر من واحد فمعنى بنقول عليه ان هو اوفر دامج، انت عمال تضيف دامج عمال تخنق السيستم بزياده قوي، خلاص انت الواحد السيستم ما فيهوش اي اوستريشن، انا عايز يبقى فيه اوستريشن، بقول دلوقتي ايه؟ بس مش عايز تكون بزياده، يعني عايز اعرف اتحكم فيها، تمام؟ لكن انا لما ضفت زيتا بواحد السيستم بقى بالطبيعه دي، طب لما يبقى اكبر واحد انا عمال اخنقه بزياده قوي، فانت متوقعين الريسبونس هيبقى عامل ازاي؟ من غير ما اكمل من غير ما اعمل اي حاجه؟ لو ده الريفرنس بتاعي انا عمال ابطئه عمال ابطئه عمال ابطئه، هو كان سريع فانا شويه لما بقى واحد بطأته بالطريقه دي انا عمال ابطأ فيه بزياده كمان فانا خلقت او بيطلع حاجه عامل كده. بيتقال عليها جمله كده انتوا في المحاضره السيستم بيبقى سلايم سيستم او سلو الافكت الريسبونس بتاعه هو سلو او سلايم، يعني ايه سلايم سيستم؟ بطيء جدا، انت بطأته قعدت تضيف له دامج مثلا باكتر فاليو اكبر من واحد فانت بطأته بزياده قوي، تمام كده؟ طيب ايه الكيس بقى اللي ده كله مجرد بنفهم بيه؟ ايه الكيس اللي بنشتغل بيها؟ بالظبط ان انا لو عندي بقى الزينه بتاعتي ما بين الزيرو والواحد فكده هيتقدر ده. طيب انا ما بين الزيرو والواحد ده يديني بولز عامله ازاي؟ معرفش انا معرفش الفاليو معينه ازاي صح؟ فانا ستيل ايه معدل البولز بتاعتي؟ هي المعادله جنرال معرفش لسه ولا الزيتا بكام ولا الويج اند بكام، انا ازاي اعرف رينج ايه؟ من زيرو لواحد. طيب لو انت حبيت ترسم شكل البولز بتاعتي فيطلع عباره عن ايه؟ ها؟ انتوا ايه دول انتوا بيها؟ معايا؟ طيب لو انا ما عنديش غير المعادله الجنرال، المعادله الجنرال دي هتبقى عباره عن ايه؟
حاجه كونجكت صح؟ ريل وايماجن، فانا هنزلها زي عباره عن اثنين كومبلكس كده. الريل بارت بتاعها بكام؟ النيجاتيف 6 اوميجا ايه؟ طب والايماجن ايه بقى؟ واحده اوميجا ايه؟ جذر واحد على 6 سكوير، وواحده ثانيه اوميجا ايه؟ جذر واحد على 6 سكوير. الرسمه دي مهمه جدا يا شباب، اللي هي رسمه البولز بتاعتنا في الاس دومين في الاس بلين. انا كده بترسم البولز بتاع السيستم بتاع الاس بلين عامله ازاي؟ هم عباره عن اثنين كومبلكس كونجكت. طيب شوية أقسام مثلثات كده بتطلع إن دوت عبارة عن مين؟ ده أوميجا إيه؟ تمام؟ ده أوميجا إيه؟ ماشي؟ طيب الأنجل اللي دي اللي هي ده اتجاه قياسها يعني بتعرفها بيقول إن الكوساين الثيتا ديت هو عبارة عن الثيتا. تمام؟ كوساين ثيتا هو عبارة عن الثيتا، يعني الأول بس جاب مسك ده سكوير زي ده سكوير خد الرود بتاعه وجاب أوميجا إيه؟ ورد حاجات بعد كده الانجل كوساين او ده على ده باين او ده على ده هيتجاوب ايه؟ جابوا زيتا. تمام؟ طيب وعندي الرول اللي انا عارفها برضه اللي هي اوميجا هي اوميجا ايه؟ كذا واحد نص سكوير بس احنا لسه عارفينها. طيب ايه شكل؟ ايه شكل الاوتبوت ده؟ لو انا عايز اجيب شكل الاوتبوت بتاع الطاين اعمل ايه؟ عايز اجيب معادله الاوتبوت بتاع الطاين. من اول حاجه بعمل ايه؟ بعمل نفس اللي عمله هنا، بضرب في ار اوف اكس، بعد كده اعمل باس انفرس، ما بتجيش عليكم او يعني مش عليكم الاسكريبت بتاعها، فانت بتطلع ان معادله الواي اوف تي عباره عن واحد ناقص اي بس سالب زيت. اوميجا ان تي بين كده برضه. وعمل ايه؟ مسك المعادله الجنرال بتاعتي ضرب في ار اوف اس وعمل له بس انفرس فطلع شكل الواي اوف تي. طب يطلع شكل الريسبونس عامل ازاي بقى؟ ارسموني عشان قدامنا على طول. انا الاول الانبوت عندي عامل ازاي؟ هو ستيدي يونت ستيت زي ما هو تمام كده ده ليه؟ طب الاول ده بيطلع حاجه عامله ازاي؟ احسن شكل الاول بتاعنا بيطلع اول حاجه يطلع في بيكن كده تمام؟ ده احسن ريسبونس للسيستم، ده ريسبونس المناطق ان زيتا تبقى في 0 1 تمام؟ طيب في الحته بتاعت الترانزل بقى عايزين نعرف شويه حاجات. ايه هما؟ اول حاجه ده شغال على نفس الاول مع الطايم تمام؟ فانت اول حاجه بنعرف شويه تايمز شويه حاجات معينه. ايه هو؟ ايه اول تايم السيستم بتاعي وصل للانبوت بتاعي ده اسمه ايه؟ الرايز تايم. الرايز تايم عباره عن ايه؟ ده تيار. اول تايم الاوت بتاعي وصل للانبوت. طب ليه بقول اول تايم؟ لانه هيقطعه كذا مره تمام؟ هيقطعه كذا مره فانا بقول اول تايم وصل للانبوت بعرفه ان هو تيار تمام؟ طب في تايم تاني بعرفه ايه هو حاجه؟ البيك تايم اللي هو اول تايم خدوه عشان يعمل بيك. طب انا يهمني السيستم يبقى في بيكنج ولا ما يبقاش في بيكنج؟ يهمني ليه؟ عشان خاطر الطبيعي ان انا نفسي الاوت يفول ليفل. فاذا كان السيستم في حاله الباور لو كان مثلا الكيس دي او الكيس دي وهو لسه بادئ شغل ما يقدرش يعمل بيكنج. هل انا ضامن ان هو عند السي سي هيوصل للفاليو ده؟ لكن العكس اللي يحصل لو انا وهو السيستم اول انا عملت ستارت اب حصل في بيكنج حصل بيكنج معانا تمام؟ فانا ضامن ان هو ممكن يقعد يوصلين. انا هتحكم بقى في الفاليو بتاع الزيتا بتاعته بعد فتره معينه يوصل للريفرنس بتاعي. انا دايما يهمني ايه؟ ده الريفرنس اللي نفسي اوصله نفسي الاول بتاع السي سي يكون الانبوت ده تمام؟ يبقى معنى كده وجود البيكنج ما حدش يقول ان وجود البيكنج مش مهم. لا مهم لانك انت انا مش عايزك تعمل بيكنج وتقعد بيك 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 وتقعد توصلين كده ولا مش عايزك تعمل خالص. انا عايزك تعمل بيكنج بس انا اقدر اتحكم فيها بحيث يبقى سيستم اوسيلاتوري بس ايه؟ بيثبت الاخر يعني طبيعي هو ما بيثبتش كده هو بيقعد ايه يلم حوالين الفاليو دي بس انا بعتبره ان هو ايه جنب الفاليو دي تمام؟ طيب يبقى كده عرفنا التي ار وعرفنا التي بي. في حاجه ثانيه عرفنا اللي هو ايه عملت بيكنج قد ايه او الماكسيم بيك قد ايه تمام؟ بالنسبه للمسافه دي هي اسمها الماكسيم بيك اوفر شيت اللي هو انت عديت الانبوت قد ايه عملت بيكنج قد ايه تمام؟ فانت يبقى هي المسافه دي على الواي اكسس. طيب ايه تاني اخر برامتر بنعرفه حاجه اسمها سيتنج تايم. اه سيتنج تايم. طب السيتنج تايم ده بيقول لك انك انت فين السي اس ايرور يا شباب؟ مش هو ده؟ ده الاي اس اس صح؟
انا بقبل بنسبه اي اس اس 2%. اول لما يبقى الاي اس اس 2% اعرف السيلنج تايب. يبقى السيلنج تايب اعرف مثلا حاجه عامله كده تمام، اللي هو ايه؟ اول لما تقبل ان الايرور 2% او حاجه ثانيه، اول لما اقبل ان ايه؟ الاوت يكون 98% من الايرور، صح؟ يعني ايه الايرور 2%؟ يعني الاوت 98% من الايرور، فانت يا اما اول لما الاوت يبقى 98% من الايرور او الايرور ب 2%، فانت ساعتها بنعرف سيلينج تايب، تقول خلاص السيستم سيت بتاع الفاليو دي، وايه دي الفاليو اللي انا ايه؟ سيتريت عليها. تمام كده؟ تمام ولا في مشكله؟ طب اللي احنا قسمناه ده اسمه ايه؟ اسمه ستيبل ريسبونس. ليه ستيبل ريسبونس؟ عشان احنا اليوم بتاعنا يونت ستيب، صح؟ فانت بتقول انا بابلاي يونت ستيب وبشوف الريسبونس بتاعها. ده مهم جدا في معظم مسائل الترانزيت او معظم مسائل البي اي دي في الشيت اللي جاي بعد ما تخلص المساله. هل انت كانت انت بتحسب الاربع حاجات دول؟ تمام؟ السيتنج تايم وبتبقى حاسب الايرور من الشيت الاولاني، انت عارف تحسب كل حاجه، فانت حسبت الخمس حاجات دول، فانت بيقول لك ترسم ستيبل ريسبونس، تعمل سكتش كده وترسم رسمه زي كده وتحط بس الفاليو دي. طبعا تكون مركز ان مثلا يكون البيك تايب اكبر من الرايت سايد والسيتنج تايم اكبر من الاثنين، مش تطلع اي رقم، يعني اي رقم تحط اي ارقام خلاص، تمام؟ لان هو على التايم اكسس ده كده التايم بيزيد، تمام؟ طيب عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ عايزين نشوف الرولز بتاعت الاربع بارامترز. فاول حاجه لو انا عايز احسب التي ار، الناس تقول لي هعمل ايه؟ التي ار، عايز احسب التي ار، ايه تعريف التي ار؟ هحط انبوت في يعني الاوت بيساوي ايه؟ يبقى انا فين معادله الاوت؟ مش احنا كتبنا، انا كل الاوت انا شغال في الكيس دي، انسى الكلام ده خالص، انا شغال في الكيس دي، فدي معادله الاوت بتاعي، صح؟ اساوي واحد، اول لما الاوت تساوي واحد تساوي واحد. طب ليه بقول هاخد اول حل؟ يعني الساين بيريدي بتطلع اكتر من حل، فانا هاخد اول حل اللي يديني ايه؟ اول باي، ما عندكوش الاثبات دوت، انا بس بقول لك جاب منين؟ فانت بيطلع قانون التي ار هو عباره عن باي ناقص كوساين انفرس زيتا على اوميجا ايه في الجذر واحد على زيتا سكوير، ومتعرفه عند الاول بيساوي واحد، تمام كده؟ يبقى انت بتعرف الرايس تايم، الرايس تايم عباره عن باي ناقص كوساين انفرس زيتا، الباي طبعا بكام؟ 227 بعوض عن ريدي تمام؟ واحسب الكلام ده تطلع الرايس تايم. طب البيك تايم حد يقول لي عامل ازاي؟ بالظبط البيك فاليو، فانا عايز اجيب ماكسيمم بوينت في حاجه يبقى تفاضلها بتساوي زيرو. فانا بروح اقول باي على اوميجا ان جذر 1 ناقص سكوير، دي بعرفها عن الدلتا واي، الدلتا تي بكام؟ زيرو. الحاجات دي تفاضلها صم، الحاجات دي عليك فاهم، انا في شويه تثبتها تمام، مسالتين ثلاثه المفروض الموضوع بيتحفظ. يا باشمهندس طب ما هي الواي اوف تي بتساوي واحد عند كذا حته، اشمعنى ديت هي اللي اديتني تي ار؟ لا هو تعريفه اول واحد يطلع اول لما توصل لواحد يطلع. طب ما انا لو عوضت بواحد هيجيب لي كل النقط اللي هو شايفها. ستايم هتكون اصلا ضايق ستايم بقى. لو فكرت فيها ستايم تطلع شويه زوايا تطلع ان زوايا ان زيرو مثلا. طيب كده انا عرفت البيك تايم، بعد كده عايزين نحسب الماكسيمم بيك، حد يقول لي هنحسب الماكسيمم بيك ازاي؟ لو عوضت عند البيك عند التي دي هيديني ايه؟ دي كلها، انا عايز ايه؟ دي بس، بعمل ايه؟ اقطع في النوع، انا عايز الحته دي، دي ماكسيمم بيك صح؟ فانا بعوض عند التي دي هيديني البيك دي كلها على الواي اكس، لو ضربت في النوع واحد هيديني ايه؟ الحته دي، يبقى بيطلع القانون بتاعها تي دي كويس. بيطلع القانون بتاعها اي اس سالب زيتا باي على جذر واحد على زيتا سكوير تمام؟ بنحسب دايما الماكسيمم دي حاجه برسنتج، بنضربها في 100 كده كلها وتطلع حاجه كده ايه؟ نسبه مئويه، بقول ان انا عملت مثلا الماكسيمم دي 20%، يعني عملت الماكسيمم دي 20%؟ يعني انا عديت الواحد بكام؟ 1.2، يبقى الاقصى بيك بتاعته كام؟ 1.2 تمام ولا ايه؟ طب دي بنعرفها عند ايه؟ عند واي تي بي ماينس واحد. انت ليه كده في ايه؟ هو ولا عملتوا حاجه؟ لا مش راكب زيرو. انا مالي انا ايه؟ خلاص فوقوا كده يا جماعه كده انتوا نظمتوا يعني. والله غير كويس. ايه المنظر ده؟ كنت لسه هقول لك ايه دلوقتي؟ نعم؟ اضحك يا جماعه اضحك يا ابني. لا يا راجل لا بس انتوا مش عارفين نعمل ده حتى لسه يعني. مجموعة من العدد كده على
طيب كده احنا حسبنا الماكسيمم ايه. لو انا عايز اجيب علاقه عكسيه مش دايما يبقى معايا زيتا وعايز اجيب ماكسيمم ايه، ممكن يبقى معايا ماكسيمم ايه وعايز اجيب منها زيتا. فانت بالسهوله على طول بنقول ان الزيتا هي عباره عن سالب ج الماكسيمم ايه على الجزء الطبيعي بتاعنا الماكسيمم ايه سكوير زائد باي سكوير. عملت ايه؟ مجرد بس خدت من الطرفين تمام. انا بقول لك انت مش كل المسائل هيبقى عندي ديت واجيب دي، لا ممكن يكون عندي ديت وعايز اجيب الزيتا. فدي دي رول هي هي دي كانت بطريقه بالعكس، بس ان انا خدت من الطرفين وجبت ايه الزيتا زائد الماكسيمم ايه تمام. اخر حاجه بقول لك احسب ايه امتياز امتياز السيرنج تايم. فلو قانون السيرنج تايم هو عباره عن 4 على زيتا ومين ايه ده متعرف عند مين؟ عند الاوتبوت بيساوي 8 سنتيمتر الانبوت، او لو الانبوت واحد يبقى عند الاوتبوت بكام؟ 0.9 تمام كده؟ الاربع حاجات دولت صم تي اس سيتنج تايم 4 على زيتا ومين ايه تمام؟ تمام اتحسب ازاي؟ مسكت معادله واي و تي وساويتها ب 98% تمام؟ في مشكله كده؟ خلص. طيب تاني معلش الحته بتاعت الزيتا ايه اللي هي دي؟ دي لين ماكسيمم دي لين طيب دي لين ماكسيمم دي انا خدت لين الطرفين هنا اهو وظبطت المعادله فدي لين بتاعتي. في حاجه صعبه كده؟ ها في حاجه صعبه؟ يبقى ايه اللي احنا عملناه؟ احنا خدنا معادله سيستم درجه ثانيه تمام؟ قلنا ثبتنا السيستم اوردر، خدنا سيستم درجه ثانيه، ثبتنا ليه؟ عرفنا حالات مختلفة للزيتا، زيتا بزيرو، زيتا بواحد، زيتا بواحد، واحد، زيتا بالرينج ده. شغل كله غالبا الثلاث حاجات دول، شغل يعني شغلنا كله بس ان وظائف بتبقى ايه؟ زيتا بزيرو بواحد. تمام؟ الاربع حاجات دول مهم يعني دول صم، الاربع تولين دول صم، يعني ما تسامحش نفسك لو انت جبت السؤال غلطت فيهم، ما ينفعش. تمام؟ طيب في حاجة تاني؟ احنا كده ثبتنا الاوردر اشتغلنا على الاوردر 2. طب افرض ان احنا هنتعامل مع اوردر اكبر يعني اوردر 3 تعالى نشوف ازاي نتعامل معاه. قلنا نشتغل طيب الاناليسيس اللي عملناها كلها على سكند اوردر ماشي. طب افرض السيستم كان اوردر اكبر يعني اوردر 3. طب يعني ايه السيستم يزيد اوردر؟ يعني بول زياده معايا في بول زياده دي معايا صح؟ السيستم اوردر زياده في بول زياده. طب فراح قايل لك شكل المعادله بتاعت الواي على الار الواي اوف اس على اوف اس هتبقى عباره عن ايه؟ الاوميجا ان سكوير زي ما هي يعني الجزء السكند اوردر دي زي ما هو ثابت الله اوميجا ان سكوير على 2 زيتا اوميجا ان اس زي الاوميجا ان سكوير. طب ايه اللي زاد معايا زاد بول زياده؟ هيجي اقوى واس زي الار ماشي؟ هيجي مثلا لو جاي 2 وايه واس فده معايا بول. طب ازاي بقى بنتعامل مع السيلف اوردر سيستم؟ قال لك بص يا سيدي احنا عندنا الاثنين كومبلكس دول مكانهم فين؟ حاجه عامله كده مثلا الريك بارك بتاعهم قلنا بنيجاتيف زيتا ومين ايه تمام؟ طيب هو الراجل جه قال لك ايه بقى؟ قال لك لو انت ضامن انا عايز اتعامل مع السيلف اوردر قدامي حاجه من اتنين يا اما اعيد كل الحسابات التانية او اعيد كل الاسبابات التانية والقوانين دي ما تنفعش معايا يا اما لو انت ضامن ان البول الزياده اللي جالك ده الاول البول الجديد اللي جالك كان بعيد قوي عن الشيء اللي جالك بعيد قوي يعني مثلا كان حاجه هنا ده الالفا بتاعك فبيقول ان هو ساعتها قدامي حالتين يا اما الالفا تكون اكبر من 5 زيتا اوميجا ان ايه زيتا اوميجا ان الجزء اللي بيه بارك بتاعي لو انا ابعد يعني ابعد يعني مثلا لو واحد يبقى عندي 5 ابعد منه 5 مرات على جيو اكسس. ففي الحاله دي بنتعامل مع السيرد اوردر على اساس ان هو ايه؟ سكند اوردر يعني ايه بتعامل على اساس ان هو يعني لو عايز احسب التي ار والتي بي والتي اس والماكسيمم دي بعوض بالاربع قوانين دول يعني انا اقدر احسب التي ار والتي بي كعادي والتي اس والماكسيمم دي بالاربع قوانين بتوع السكند اوردر. امتى؟ لما يكون البول الزياده اللي جه معايا في حته اسمها انسجنفكت ريجن الحته دي انسجنفكت ريجن تمام؟ او بعيدا عن الدومين الحته دي الدومين تمام؟ يبقى بمعنى لو انت ضامن الاثنين بول بتوعك اللي هو بتوع السكند اوردر اساسا قريبين من جيو ميجا اكس والبول الزياده اللي جالك ده بعيد قوي عنهم تمام بعيد قوي عن جيو ميجا اكس فتعامل مع السير اوردر على اساس ان هو سكند اوردر. طب لو لا نعم لسه اقول لك طب لو لا لو الفا اقل من 5 زيتا اوميجا ان ساعتها يا سيدي القوانين اللي انت عارفها دي ما تنفعش ولازم ترجع ايه تدرايف بقى لو تعينا في اس دي فتتاكد انك انت حلك في مشكله لو قلت طلعت الفا مش اكبر من 5 زيتا اوميجا تاكد ان حلك ايه في مشكله لانك انت ما قدامكش غير
الاربع قوانين دول، فعشان خاطر احسب الثيرد اوردر بمعادلات او بحاجه السكند اوردر لازم الفا تكون اكبر من 5 درجات. طب حد كده يقول لي ليه اشمعنى؟ سؤال فني كده. الفا اكبر من 5 درجات؟ 5 اوميجا مش 5 اشمعنى يكون اكبر عموما من الزيت اوميجا بكتير؟ عايز هو انا فكرت فيها ازاي؟ قلت لو كانت بس تحت هيبقى عندي ستيل بس مش هنا اللي تحت فيه كونفيجريشن واحد بس، فقلت ان اكيد مش على اليمين اكيد على الشمال بس، كان مش عارف بقى خالص. هو انت ستيل ممكن تكون هنا في ستيل، بس انا بكلم ليه بعيد؟ التفكير صح؟ الراوند بس ليه بعيد؟ هو تقريبا تقريبا هو كل ما ببعد عن جي اوميجا اكسس الايفكت بتاعي بيقل، فبالتالي السكند اوردر بتاع البول يعني. ايوه ده اللي انا اوصله، يعني ايه فكره بول؟ اكسبوننشال. ايوه بالظبط، برافو. يعني بص يا جماعه واحده واحده كده، لو انا قلت لك هات الواي اوف ايه بتاع ده، فانت هتعمل ايه؟ هتضرب واي اوف اس وتعمل فانكشن فراكشن، فانت اللي انت ضربته ده هياثر معاك بايه؟ مثلا اس بقت الفا وفي جي ايه او اي كده اللي بيروح من فوق ده بعد ما اعمل فانكشن فراكشن، تمام؟ طب ده في التايم هيبقى عامل ازاي؟ طيب جميل جدا. فاكرين اول سؤال اول سيكشن مسألة ايرور لما كان عندنا اي بوست 5 دي نفس الكلام، فقال لك لو الرقم ده رقم موجب كبير كل ما الرقم ده موجب يزيد كل ما الجزء بتاع الاكسبنشن ده ايه؟ يموت خالص، لانك انت لازم النيجاتيف اكسبنشن حاجه عامله كده، تمام؟ فانت كل الالفا ما الرقم يزيد كل ما الايفكت او الجزء اللي بيجمع اللي بيجمع معايا نتيجه البول الزياده ده ما بيقل خالص، فعلشان كده دايما لو انا رحت ناحيه الايه؟ الديجن بتبعد بعيد قوي او بعدت عن الجيوميجا اكس كل ما بعدت كل ما كنت احسن. جت بقيت حته خمسه بقى دي حاجه مجرد رقم بس حاجه كده مثلا ايه؟ لو انت فاكرين شحن الكباسيتور بقف عند ايه؟ عند التداول بخمسه تي. الخمسه دي جت انك انت عرفه نسبه ايرور بس معينه قال لك هقبل لو يعني من عند الخمسه وانت طالع، فده معناه ان الاكسبريشن ده بقى حاجه خلاص ملوش تاثير خالص. لو يبقى كلمه خمسه او سته مش فارقه، يعني تكون اكبر من سته اكبر من سبعه كل ما يكون اكبر كل ما يكون كويس. بدايه من خمسه خلاص الايفكت بتاع ده مش ظاهر، تمام؟ يعني ايه الايفكت بتاع ده مش ظاهر؟ يعني لو ده كانت شكل الريسبونس بتاع السكند اوردر، فانت هتلاقي مثلا السيرد اوردر حاجه عامل كده اللي هو ايه؟ يكاد يكون هو اقدر اتعامل مع السكند معاه على اساس هو ايه سكند اوردر، تمام كده؟ تمام ولا في مشكله؟ يبقى ايه الجديد معايا لو انا جاي سيستم من الدرجه الثالثه؟ مجرد ببص على الارض بتاعته او ببص على البول زياده البول الزياده اللي جاي لو كان البول دوت بعيد عن السيتا اوميجا ايه بخمسه اكبر من 5 درجات، فانت هتحل نفس القوانين، مش كده يبقى في مشكله شغل، تمام؟ طيب حاجه جديده كده، افرض بقى ما اعرفش انت عارف المحاضره ولا لا، افرض ان احنا عندنا فورس اوردر سيستم. افكار بقى مبدئيا ايه اللي زاد معايا؟ اثنين مول زياده زاد معايا صح؟ دي غالبا ما كانتش في المحاضره، وركز فيها عشان ممكن اسالك فيها. ماشي؟ فايه؟ الايكويشن بتاعتي قدامي حاجه من اثنين، يعني المقام بتاعي ده قدامي حاجه من اثنين، ايه هما؟ اول حاله لو الاثنين كل زياده انا بكتبهم ايه؟ لو الاثنين كومبليت كومبليت صح؟ يا اما الاثنين يكونوا مين؟ يا اما الاثنين يكونوا ايه؟ كومبليت، تمام؟ طب اول حاله بتفرض ان فيها تاثير الباص اللي عندنا دلوقتي مثلا ضفت اس زائد الفا واس زائد بيتا وكده كده عندك الجزء بتاع السكند اوردر بتاعك اللي هو ايه؟ اس سكوير اثنين زائد اوميجا ايه؟ اس زي الارض زي الاوميجا ان سكوير، تمام؟ كده كده انا بقول بقى ايه بدل ما ضفت الفا ضفت بيتا كمان، تمام؟ فبسيس الفورس اوردر ايه الكونديشن بتاعي؟ الناس تتوقع معايا الكونديشن بالظبط. انا عايز اضمن بقى ان الالفا والبيتا الاثنين هما يكونوا ايه اكبر، يعني لو هنا الفا بس تكون هنا البيتا، انا عايز الفا تكون اكبر من 5 زيتا اوميجا ان، وفي نفس الوقت عايز البيتا كمان تكون اكبر من 5 زيتا اوميجا ان. في الحاله ديت بتعامل مع الفورس اوردر على اساس ان هو ايه؟ سكند اوردر، تمام كده؟ يبقى دي حاله ايه؟ ان انا جايب اثنين بول زياده، لو الاثنين ليه فانا عايز الاثنين على الجي بي اكس يكونوا بعاد قوي عن الزيت اوميجا ايه، فالاثنين يكونوا اكبر من 5 اوميجا ايه، تمام كده؟ طب ايه القصه الثانيه؟ لو كنت بقى يعني ايه؟ لو انت عندك مثلا البسط ايا كان اللي انت عامله دلوقتي هيبقى اس سكوير زائد مثلا ايه اس زائد بي، وهنا عندك الاس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زي الاوميجا ان سكوير، دولت اللي هم الاساس بتوعك صح كده؟ دولت الاساس بتوعك. طيب فالبول الاثنين بول الزياده اللي بيقولوا دول
هم ايه؟ باجي احلله ما يطلعوش الحاجات دي، يطلعوا كومبلكس، يعني يطلعوا عاملين ازاي في الرسم بتاع الاسبليت؟ ايا كان، حاجه عامله كده. طب دلوقتي بقى انا عايز مين هو اللي يكون اكبر من 5 6 اوميجا؟ بالظبط كده، انا عايز الريد بارت، انا ما يهمنيش هم بعاد عن بعض قد ايه؟ انا يهمني هم نفسهم مكانهم يكون بعيد عن الجيو ميجا اكسس ب 5 6 اوميجا. طب مكانه ده بيحدد ايه؟ بيحدد الريد بارت، يعني مثلا لو هياخد الريد بارت بتاعه ام، فانا عايز الام هو اللي يكون اكبر من 5 6 اوميجا. مهم قوي الحته دي. يبقى الريل بارت بتاعهم هما يكون هما نفسهم معايا، لكن هما بعض عن بعض ليه ما يفرقش معايا؟ تمام كده؟ طيب بنفس التفكير لو جت حاجه فيرست اوردر، يبقى عندي 3 فولتس زياده، يبقى انا عايز واحد فيهم هيكون ريل مثلا يكون بعيد، ولو اثنين كومبلكس كونجكت يكون الريل بتاعهم هو الكبير، او لو الثلاثه نفسهم ريل يكون الثلاثه ايه؟ اكبر من 5 اوميجا. تمام كده؟ غالبا معظم الناس ما بتشتغلش تاكل اوردر، بتشتغل اوردرز كبيره، فانت حته الالفا والبيتا دي تركزوا فيها. دي حاجه صعبه؟ حاجة صعبة تنزل؟ نخش في المسائل؟ كل مكتوب مش موجود عند المحاضرة وهسألك فيه. هو مش كويس ده كده راجل مرة ثانية بس؟ يعني مش كويس ده في كويس ده في كويس ده أنا ما معيش مصدر ماشي؟ بس لا مش حاطط بعد انا معايا حاطط ميت تاني بس عارف انت دول كام يبقى هروح اغيره بس انا حطيت حاجه امبارح كده كانت صعبه شويه لسه مذاكرها ما انا عشان لسه مذاكرتش انا جيت احط الكويز امبارح كده ذاكر ما ذاكرتوش لسه مذاكرتش فقلت خليني اذاكره هتقول انت معايا بدون حاجه ماشي؟ جيب ورق اسمه ده جيب ورق اسمه ده او سيف فاضي فاضي ولا احنا هو التاني والاول راح فين يعني؟ هو كوز على جزئين اه طبعا شيتين شيت واحد وشيت اثنين سيف شنو بدون ثلاثه تاكلين في 2 بتساوي 2 زيتا في جنيه، تاني معادلة
هي واحد بتساوي اوميجا ان سكوير. طب جميل جدا، بص بقى بفكر ازاي، بشوف عندي كام هرمون وكام انفورميشن. انا عندي كام هرمون هنا؟ اثنين. عندي كام هرمون؟ عندي كام هرمون؟ اثنين. يعني مش شايفه واحد اثنين ثلاثة. عندي كام هرمون؟ أربعة. أربعة، مين هم الأربعة؟ أساسي زيتا أوميجا إيه، تمام؟ وأشوف عندي كام جين معايا، عندي كي واحد وكي اتنين، يبقى عندي هنا كام؟ أربعة هرمون. طب عندي كام انفو؟ كام انفورميشن؟ أربعة برضه، عندي معادلتين وهو الراجل مديني إيه؟ حاجتين، يبقى أنا عندي أربعة انفو، يبقى مش محتاج أكتر حاجة. تاني أبص كده عندي كام مجهول؟ كي واحد كي اتنين وزيتا أوميجا إيه ما أعرفهمش، تمام؟ بس عندي كام معلومه بقى اجيب لهم حاجه ايه؟ عندي معلومتين يبقى معلومتين، وهو راجل مديني رقمين يبقى معلومتين كمان، يبقى عندي اربعه، يبقى مش محتاج اخد حاجه. طب افرض ما كانش بس كان الراجل مخبي عليا دي. هفرض حاجه بقى. هفرض مين؟ الزيتا. في حاجه اه، في حاجه ما قلناهاش، في حاجه ما قلناهاش شويه. ايه هو؟ مبدئيا كده، ركزوا معايا هنا، ركزوا معايا، ركزوا معايا. في حاجه بس نسيت اقولها. الماكسيمم بيك بتتغير ازاي مع الزيتا؟ تتوقعوا، علاقه غربيه ولا عكسيه؟ ماكسيمم بيك. لما كانت زيتا بزيرو كان السيستم مليان بيجي، لما كانت زيتا بواحد او زادت السيستم ما بقاش فيه بيجي، يبقى علاقه انف بالظبط. الريليشن ما بين الزيتا والماكسيمم بيجي عكسيه، حاجه عامله كده. طيب جميل، ايه احسن رينج الزيتا تشتغل فيه؟ جه الراجل قال لك احسن رينج تشتغل فيه تكون الزيتا من بوينت 4 لبوينت 8، ده احسن رينج. بمعنى لو انت ديزاينر، لو انت جيت قلت لك اختار الزيتا، يعني مساله زي كده، لو انا جيت مثلا خبيت عليك المعلومه دي، فانت بالنسبه لك بقى عندك كام انفو؟ ثلاثه، وكام هرمون؟ اربعه، فهتحتاج تقسيم حاجه. ساعتها انت هتحتاج تختار الزيتا، للسكند اوردر تختار الزيتا، فهتختار كام؟ حاجه في الرينج ده، مثلا 0.6 0.7 براحتك، تمام؟ طب لو قلت لك الرينج دوت، ايه الرينج اللي قصاده للماكسيمم بيك؟ هتلاقي البوينت 8 مثلا بتدينا 2.5% والبوينت 4 بتدينا 25%. كان علاقه عكسيه. انا مجرد بس مجرد اكد الكلام ده، ان لو انا عندي زيت الزيت كل ما تزيد كل ما اكسب فيه بتقل، وكل زيت ما تقل كل ما اكسب فيه بتزيد، تمام؟ طيب نرجع لمساليتها ليه؟ هنا الراجل ايه؟ مش مديني، مديني عدد النقط على قد عدد الانفورميشن، فانا مش محتاج افرض حاجه، لو ما كانش مديني ليه كنت هحتاج افرض ايه؟ حاجه، تمام؟ نحل ازاي بقى؟ اول حاجه هبص كده، مين فيهم اللي اقدر اجيب، يعني مين فيهم اللي بيتغير مع حاجه واحده؟ ده مع زيتا وميجا ايه، ده مع زيتا وميجا ايه، ده بس بيتغير مع زيتا. يعني ابدا بايه؟ ابدا بالماكسيمم بيك. ليه ابدا بالماكسيمم بيك؟ لان من خلاله اقدر اجيب مين؟ الزيتا على طول. انا زي ما قلت لكم الحته ديت، هنا هو مديني الماكسيمم بيك وانا عايز اكسب الزيتا، عشان كده هستخدم ايه؟ العلاقه دي، تمام؟ اروح اروح قايل ان الزيتا دي عباره عن ثابت لان ماكسيمم بيك على السكوير روت بتاع لان الماكسيمم بيك سكوير زائد باي سكوير. انا عاوز الماكسيمم بيك بكام؟ بالظبط كده 25 على 100. حسبت الزيتا هتطلع الزيتا مثلا 100.4 مثلا، تمام؟ طيب بعد كده بعد كده ايه؟ عندي البيك تايب صح؟ البيك تايب ايه الروت بتاعته؟ باي على اوميجا ايه بجد واحده زيتا سكوير. عندي ايه؟ عندي عندي ده وعندي الفضيله دي بمين؟ الاوميجا ايه؟ فاروح استخدم الباك تي بيك عشان اجيب الاوميجا ايه؟ هتطلع الاوميجا ايه 1.7. بصوا مسائل الترانزل مسائل جميله جدا، مجرد ما جبت الكاركترستيك ايكويشن وجبت المعادلات بتبدا كده كتير مع بعضها، فانت حسبت الرقمين دول ترجع تعوض بيهم هنا. هعوض بالاوميجا ان انا جبتها اجيب كي واحد، وهعوض بزيت الاوميجا ان اجيب مين؟ وكي واحد اجيب كي اتنين، فانت هنا هروح اجيب كي واحد وهجيب كي اتنين. خلص المسائل. صعبه؟ ها؟ صعبه؟ بعدين 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 بع
خمسة.
خمسة على النور. طب عندي كام انفورميشن؟ خمسة. خمسة برضه عندي ثلاثة ايكواليتر ايكويشن واثنين هنا بيديني زيتا واديني كي بي. طب ازاي استخدم الكي بي؟ اكتب كولوم الكي بي هي عبارة عن ليميت اس في الجي في الاتش لما الاس بتقعد زيرو. يبقى انا عشان كده احتاج ان انا احسب ايه؟ اللوب اللوب تمام؟ الاس دي هختيم مع الاس اللي بضرب فيها اقعد مع الاس بزيرو فتطلع ايه؟ 10 كي على 10 زائد 10 كي في دي بكام؟ واحد. هو اللي كي في بكام؟ اي كي في بكام؟ واحد. فدي تديني معادله ان 10 كي بتساوي 10 زائد 10 كي في. دي معادله رقم 4 تمام كده؟ يبقى انا كده عندي 4 معادلات تمام؟ الزيت عندي فانا هعوض على الزيت هنا وعوض على الزيت هنا يبقى عندي 4 معادلات في 4 مجاهيل احلهم مع بعض ماشي؟ هنا لو عايز اربع مجاهيل مع بعض. طيب طيب افرض يا شباب قبل بس ما اقول لك افرض تعالى سيبك كيلو باي ضيع تعوض دي بدي بعد كده تطلع المعادله مثلا ايه؟ هنا هتطلع المعادله من الدايره الثانيه مثلا اوميجا ان سكوير زائد رقم اوميجا ان زائد رقم اللي تساوي دي فهتحلها هيديك حلين هيديك اوميجا ان مثلا 1.5 وهيديك اوميجا ان ب 8 انهي واحد فيهم الصح ولا فيهم الغلط؟ انهي واحد فيهم الصح ولا فيهم الغلط؟ افكر ازاي يعني؟ اكيد ان الواحد بالظبط افكر في اللي يحقق لي الكونديشن بتاع ايه؟ بتاع سيلف روتر يعني انا كلامي في القوانين ده كله او الحسابات دي كلها صح؟ عند الفا اكبر من كام؟ من خمسه مش لسه جايبينها الفا اكبر تمام؟ لو غير كده يبقى شغل غلط فانا لديت هروح احسب لها الفا معينه ولديت هروح احسب لها ايه؟ الفا معينه هشوف مين فيهم اللي الفا بتاعتها اكبر من 5 6 اوميجا ايه تمام؟ اروح احسب الفا دي لو انت لو هتلاقي دي الاكبر يبقى دي ايه؟ دي المظبوطه هتلاقي دي ساعتها الفا مش اكبر من 5 6 اوميجا ايه يبقى دي ايه؟ هتشيك الحل ده يبقى تاني وانت بتحل عشان تحل السير جوردر على سينو سكند اوردر لازم يكون الفا بتاعتك او الجول الزياده اللي جالك ده اكبر من 5 6 اوميجا ايه طب وانا ماشي اول لما الاقي ميتر ايه اعرف اختار مين فيهم اللي يجيب لي الفا اكبر من 5 زيتا اوميجا هنا كده هتلاقي اربع اقل من خمسه زيتا اوميجا مثلا فعشان كده هنشيك الحل مش هنسى ممكن الاثنين يحققوا نفس لا مش بتحجبني بس لا انا هنعوض في اي يعني بعد ما يبقى لا انا عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه هحل الاربع معادلات مع بعض دي مع دي مع دي مع دي فانا قلت وانت بتحل هتلاقي مثلا تلاقي معادله اوميجا ان سكوير حاجه معادله بتاعتك تاني في اوميجا ان طب دي انا رايح لها دي تدري ايه باخد مين فيهم باخد اللي يجيب لي كنت شامل عدد تمام؟ طيب افرض يا شباب بقى ان انا في المساله دي مثلا كان الراجل مش مديني زيتا جه الراجل يعني كيس ثانيه للمساله ما كانش مديني زيتا ايه اللي حصل عندي؟ بقى عندي كام انفورميشن؟ اربعه وهم كانوا بقى نون خمسه محتاج افرض ايه بقى؟ لا لو انت فرضت زيتا فانت مش ضامن ان الفا تكون ايه؟ اكبر من ده بمعنى لو انت رحت مثلا في المساله الثانيه جيت فرضت زيتا مثلا بفاليو معين بوينت 5 جبت الفا طلعت مش اكبر فانت هتضطر ايه؟ ترجع تعيش مثلا اول ثاني وتغير الزيتا فانت عشان توفر وقتك وتفرض حاجه فعلا صح ابدا على طول ان ايه؟ ان الفا اكبر من 5 زيتا اوميجا ايه؟ طب الناس دول يعني حد ممكن يسالني انا معايا كوبري الزيت انا معايا كوبري الاوميجا ازاي اخد الفا؟ يعني حد ممكن يقول ايه؟ انا بقول لك افرض الفا اكبر من 5 زيت اوميجا ما اعرفش فحد ما انت لسه ما تقول معاك زيت ولا معاك اوميجا نعم؟ لا مش 5 صح؟ يعني ايه؟ افرضها الايكويشن مش افرضها رقم افرضها ايه؟ مثلا اقول كل الفا مثلا ب 6 زيت اوميجا ايه مثلا او الفا ب 7 ب 8 بس انا بتكلم في ايه؟ يعني الطبيعي يكون في ذهنكم سؤال اشمعنى اجيب زيت اوميجا منين؟ انا ما اعرفش تمام؟ انا ما اعرفش الفاليو بتاعتي لسه فاضي بس انا بقول لك ايه؟ انت مش مفروض رقم انت مفروض ايكويشن انت بتزود ايكويشن معاك تقول مثلا الفا ب 6 او 7 زيت اوميجا ايه؟ لان هي لو ب 6 او 7 فاكيد محققه رقم 5 مش شرط احنا قلنا دي احسن كيس نشتغل فيها من 0 ل 1 بس ممكن
كده يعني ايه الزيتا بواحد او اخر او اوفر فاليو فمش شرط يعني تمام؟ ها الناس فاهمه ولا مش فاهمه؟ كان ايه الجديد مثلا ديت ان انا قلت لك مش مدينا معلومه بتاعت الزيتا فانا كنت محتاج اعرف الحاجه فبالنسبه لي كده اخدها قاعده على طول السكند اوردر ضافين له الزيتا لان ما فيهوش اساسا لو عندك معادله بالدرجه الثالثه او عندك بالدرجه الرابعه فابدا افرض لو انت هتفرض تفرض ايه؟ البول الزياده لانك انت لو انت جبت كونديشن على الف مظبوط ساعتها هات اي فاليو للزيتا يعني مش ضامن انك انت لو اخترت ديت تروح تلاقي الفا تتحقق الكلام ده معايا ولا ايه؟ تمام؟ نعم؟ لا 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 انتوا جايين زي هاري بيت تاني لا مش الدرجه دي قصدي اقل اقل كمان لا مش كل الزيت اصلا ما اعتقدش ان انا هسيبكم بس انا بتعمل فيها كده فترجع تعمل ايه؟ اغير رينج بس
حد يجي يرد عليا يعني ايه انت واخد الماكسيمم ب 9 ونص هتاخدها اقل طب حد يبص هناك على الفورمه كده ويرد عليا اخد ازاي لما اخد الماكسيمم دي اقل الزيت هتزيد فكده كده الكونديشن مش متحقق فمش هيبقى متحقق اكتر صح علشان كده قلت لك المساله ساعتها هتجي لك شكل عامل ازاي البريك هيجي لك المساله اكبر من او تساوي فانت الديفولت بتاعك الناس كلها هتبدا ازاي المساله هتاخد المساوي فانت هتلاقي المساوي الكونديشن مش متحقق تراجع المساله 3000 مره هتلاقي شكلها كله مظبوط مش حاجه غلط يبقى انت بدايتك اساسا هي الغلط انت تاخد ايه اكبر من تاخدها اكبر عشان انت كل لما بتكبر الماكسيمم دي كل ما بتقلل الزيت فانا لما اقلل الزيت فانا ايه الكونديشن بتاعي الطرف اللي فيه انا عايز اقلله مش عايز اكبره بس معايا اقول لك تاني تاني اقول لك تاني تاني واحده واحده لا لا انا بعد ما خلص يعني لو عدد الامور ده عدد الكونديشن ده بيبقى تشيك ايه مش ببدا بيه فبقى التشيك بتاعي ان اكبر من اكبر من 5 زيت اوميجا كده ده ولا لا ده هو اللي بيقول انا اقول بقى طب الصح هو يبقى لي اكبر من او يساوي ليه اكبر من او يساوي؟ لان تاني تخيلوا ان معايا بيقول اقل من او يساوي ماشي؟ فانا قلت الطبيعي ان انا هشتغل باليساوي همسك الماكسيمم دي اقول ان هي 9 ونص ومنها اروح اجيب الزيرو طب حسبت المساله طلعت الفا مش اكبر منه فقلت خلاص مش هاخد اليساوي هاخد ايه؟ هو اقل منه خد بالي اقل شويه طب لما اقل الماكسيمم دي هلاقي ان الزيت بتزيد طب الزيتة بتزيد طب معنى كده انا عايز ده اكبر من ده وده ما كانش اتحقق لما ازود الزيتة فانا ببوظ الكونديشن اكتر واكتر صح؟ يبقى انا عشان احققها محتاج اقلل الزيتة فعشان كده الصح المسألة هتيجي عاملة ازاي؟ هتيجي دي اكبر من او زيرو فانت الطبيعي لما تبدا تشوف 9 ونص هتلاقي مش متحقق هتروح واخد مثلا ايه 15 20 فانت عمال تقلل الزيتة عشان عمال تقلل الويت بتاع ده فانت ساعتها بتحقق الكونديشن بس فاهم الحته دي مش فاهمها طيب اخر حاجه خالص جه الراجل بيقول لك ايه هات لي الاي اس اس مينيمم نتيجه رام نقل مساله ايه ايرور اساسا خالص ماشي اول حاجه الاي اس اس مينيمم نتيجه رام ايه الايرور نتيجه رام واحد على كي بي كان ايه واحد على كي بي واحد على كي بي رام ده ايه اخر حاجه انا ربك الايرور نتيجه رام النهارده الاثنين خميس الكويس كان في كي بي وكي اي وكي بي اه طيب سبتهم بقى الحب ماشي هنحب بعض طيب ايه النتيجه ده؟ تروح على كي بي انا عايز ده مينيمم فاكرين الحته دي؟ فانا عايز ده ماكسيمم صح؟ عايز ده ماكسيمم هروح اعمل ايه؟ الاوب اللوب بقى الاوب اللوب هلاقي دوت فانكشن في مين؟ في الكي بتاعتي هو راجل بيقول ايه؟ هات الكي الكي متغير بس انت عملت القناه زي 3 عشان تحسب الكي بعد كده يقول لك هات الكي بقى اللي يجيب لي مينيمم ايرور فالناس تتوقع ان ايه؟ ان احنا نشوف اللي هو بتاعت الكي هو سيكشن اللي تخلي انا عايز ده الراوس طب بس مين الراوس؟ ايوه يا جماعه انا عايز ده ماكسيمم انا عايز اجيب كونديشن على الكي فانا فاكرين لو قلنا اجيب كونديشن منين؟ من الراوس اروح اعمل الراوس استابيلتي اللي هو همسك ايه؟ المقام دوت حد يقول لي بقى على طول كده 11.4 ده سبيشال كيس انا عايز 11 بوينت 4 في 14 تكون اكبر من 11 بوينت 4 كي يعني عايز كي اصغر من 14 هتلاقوا في المساله دي ان الكي دي هي الكي على طول فمعنى كده بقى هاخد كيب كام؟ ب 14 يعني اس اس مينيمم يا عم كام؟ 13 واحد على 14 تمام ولا ايه؟ تمام؟ يعني العاده بيجيب لك مسائل ايرور مع مسائل ترانزيت مع مسائل كي بيجيب ثلاثه مساله واحده بيجيب ثلاث مسائل مساله واحده فهنا انت حليت ترانزيت جبت الكي بناء على ترانزيت مش خلاص المساله جه بعد كده يقول لك هات الكي اللي اتحقق لي مينيمم ايرور يجيب لي مينيمم ايرور طب فكرت ازاي؟ مينيمم ايرور نتيجه ترانزيت ايه اللي بيبقى نتيجه ترانزيت؟ واحد على كي بي طب الكي بي يساوي هيطلع يساوي الكي يعني عباره عن ايه؟ عن واحد على الكي طب انا عايز ده مينيمم فعايز دي تبقى ماتش صح؟ فانا عايز كونديشن عليها يبقى لازم لو عايز كونديشن عليها اروح اجيب كونديشن ليه؟ بتراوس نعم لا انا قلت انا هتطلع كده ايا كان ده رقم بالظبط اي حاجه اي حاجه هيطلع فانكشن اوكي 3 كي 7 كي 12 كي في ايه؟ جبت الكي دي ازاي؟ فين الجي اتش؟ فين الجي اتش؟ لو جابهم مع بعض على اس زيرو انا بقول ايا كان ماشي؟ طيب فرحت واخد ايه؟ قلت جبت الكونديشن اللي فيها اقل من 14 زي مثلا ان هو ده اكتب الكي مش شرط يبقى انا عايز برضه ده مينيمم انا عايز الكي لوحدها ماكسيمم خدت الكي بكام؟ ب 14 صعبه؟ صعبه؟ امشي